اليوم من جديد الأطر التربوية تتحتج على الأجور ديالها لشيء معقول، وهذا الشيء اللي اليوم تنشوفوه غير ديمقراطي وغير دستوري، لأنه هنا تنسأل أنا حقوق الإنسان. إذا نحن في واحد الوضعية جد صعبة، وأنا تنعاود ندد بهذا الموقف ديال التعاون الوطني ولا ديال الوزارة، لأنه أنا اليوم تنقول على أنه هذه المنظومة ديال الدعم التنظيمي خصو يتغير، لأنه أولا وزارة التنمية الاجتماعية جات بعدة قوانين بعدة ديكايد شارج اللي هما يعني شي حاجة اللي ما يمكنش تمشي بهذا، ما يمكنش نمشيو. إذا ملي تنشوفوا الحكومة تتقول لك التسهيل في المساطر، وتنشوفوا الوزارة التنمية الاجتماعية، واش ملي الله جاو من الحكومة ما عارفينش الشيء أشنو هي المعنى، هما بغا يحافظوا على الملعب. واخا انا معاهم، ماشي انا ماشي ضدهم في الحفظ، ولكن الطريقه ديال تدبير هذا الشيء راه غير طبيعي. الناس انا تنقول لا يعقل انه هاد الاطر التربويه ديال المغرب كامل مجوعين، جوعوهم هذا المشكل، هذا شيء فظيع. بالله عليك واش بغيتي نقول لهاد الناس، لهاد الناس اللي هما تيتقدروا بالعدد كبير ديال الاطر التربويه في المغرب، واش اش نقول لهم؟ نقول لهم سمحوا لنا خدموا فابور، هادو راه عندهم اسر، عندهم وليدات، عندهم عائلاتهم والديهم، كل واحد خدام على شي حد. اذا واليوم كذلك تنساند جميع الجمعيات اللي داروا شي وقفه على اساس انه كان تظلم في هذا الاجور ديال الناس. اذا تنتمنى الحكومه المقبله، ما حتى هذا الوقت رافات، تنتمنى في الحكومه المقبله انه هذه الاعاقه تكون لها اولا سواء مندوبيه ساميه للمعاقين أو وزارة المعاقين، لأنه هذا الشكل دابا 5 مليون ديال المعاقين اللي كاين في المغرب. إذا هذا الشيء شي حاجة مهمة، تنتمنى الحكومة اللي غاتجي والأحزاب السياسية اللي أنا تنعتبرهم باقين غايبين، لأنه لحد الساعة ما شفناش شي حزب اللي جاب شي برنامج ديال الإعاقة، جاب شي برنامج ديال الإطار التربوي كذلك، أو نرجعوا بالخدمة القديمة، نتكلفوا بالدراري ويدير معنا كما كانت الشقروني، كما كانت بادو، كما كانت السقلي، ما كانش هذا الاشكال. كاين التعطال، ولكن هذا الشيء اللي تنعيش فيه اليوم فظيع جدا. ما فهمتش انا براسي والله العظيم النبي كريم، بعد الاخطار تنحشم نبدا نهضر في شي حاجه خايبه في الدوله. راه ما يمكنش هاد الناس يكرهونا في الدوله، لم يكرهوناش في الدوله، ولكن غادي نحاربوا وغادي نناضلوا على المصلحه ديال الاطفال المعاقين، وعلى على كذلك الاطور اللي هما بحال وليدات في كفه. عندنا ميزان كفه فيها الاطور وكفه فيها الاطفال، اذا غادي نناضلوا على هذه الوضعيه حتى تتحقق ان شاء الله. دونك اليوم الجمعيه ديالنا كجميع الجمعيات على المستوى الوطني كاين تقريبا 500 فاعل جمعوي كياخذوا اليوم اضراب عام وانقطاع العمل. السبب هو التماطل ديال الجهات المسؤوله، يعني لا من الوزارات اللي امبليكي في هذه القضيه، وزاره الماليه، وزاره التنميه التضامن والتعاون الوطني، لان اللي كنلاحظوا نوع من التماطل والتهرب من تحمل المسؤوليه عند هذه الوزارات وعند الاطر العامله فيها، لان التعقيدات المسطريه باش انجاز هذه المشاريع وبصرف المنحه، تلاحظوا بان كاين نوع من العراقيل اللي كنتسالوا علاش هاد العراقيل هادو، واش ما باغيش يخلصوا هاد الاطر العامله في هذا الحق هذا، واش باغيين يحيدوا هذا العمل الاجتماعي من المغرب، وحنا غادي نعملوا كيف بهم، حيت حنا كنا قبل ما يكونوا هما، وحنا غادي نستمروا بهم ولا بهم. دونك كفى من التعقيد، تنقول لهم من هذا المنبر، كفى من التعقيد، كفى من التماطل، حنا اقوى من التعقيد ديالكم، حنا اقوى من التماطل ديالكم، سنستمر والنضال ديالنا سيستمر. اليوم حنا ناضلنا داخل المقرات ديالنا، غدا نخرجوا للشارع، وبعدو غنجي لكم قدام البرلمان. نحن لا نمل من النضال، لا حنا في العمل الجمعوي مناضلون، حنا سنين باننا مناضلون، دونك لن نكف عن النضال وسنستمر في النضال. ونقول للموظفين ونقول للمسؤولين كفاكم تماطلا، حنا ما تنعياوش، نحن لا نمل من النضال. بغيتونا نناضلوا غادي نناضلوا بجميع الوسائل، سواء الالكترونيه، سواء الفيسبوك، سواء التيك توك، سواء اللي بغيتو. دونك بغيتو الفضيحه غادي نديروا الفضيحه الى حين صرف هاد المنحه هادي. والو عثماني، والو 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 والو.